أهلا بكم مع طبعة جديدة من سكرتير التحرير، تأتيكم من داخل أروقة جريدة الأخبار ونستهلها بأهم العناوين. الغضب يحرق بورسعيد، والمتحدث العسكري: الجيش لن يطلق رصاصة واحدة على مواطن شريف، وسنتصدى بكل حزم لأي محاولة لترويع المواطنين. ورسائل طمأنة للسفن العابرة من قناة السويس، وإحباط محاولة لتهريب مساجين من قسم العمرانية، والأهالي يشكلون لجانا شعبية. الضباط يطردون وزير الداخلية من جنازة شهيد الشرطة، والفيسبوك غاضب من البلاك بلوك، والأخضر يرتفع إلى 7 جنيهات و25 قرشا، والمركزي يطرح 75 مليون دولار لوقف نزيف الجنيه، ومجلس الشورى يوافق رسميا على تعيين هشام رامز محافظا للبنك المركزي، وارتفاع أسعار كروت الشحن رغم أنف الوزير. وأيضا من عناوين هذه الطبعة: طقس سيء يضرب مصر خلال الأيام القليلة المقبلة. للتعليق على هذه العناوين وغيرها من الملفات المهمة، معنا في الفقرة الأولى من طبعة اليوم الأستاذ كرم صنارة، مدير تحرير جريدة الأخبار. أهلا بكم أستاذ كرم. أهلا فندم. أستاذ كرم، يعني أكيد يعني الخبر الأبرز وما يشغل المصريين الآن هو التداعيات المترتبة على الحكم الصادر في مذبحة بورسعيد، وما نراه الآن في محافظة بورسعيد من حالة من الاستياء وحالة من الغضب صحبت عملية تشييع جثامين الضحايا الذين سقطوا بعد صدور هذا الحكم. هو تداعيات الحكم لما تيجي تشبه الشارع دلوقتي في مناطق الأحداث، ما فيش أقل من وصف أنه مسرح للفوضى والعنف. يعني ما يأتينا من مراسلين أو مندوبين أو ما نراه على الشاشات يؤكد الحد الأقصى للانفلات الأمني. الحكم الصادر على ألطرس مصراوي التداعيات بتاعته حصلت امبارح واول امبارح، امبارح والنهارده. يعني السؤال المطروح الان، يعني 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 كان معلوما ان الحكم في هذه القضيه سيصدر يوم 26 بالزبط من يناير بالزبط. لماذا لم تتخذ اجراءات وقائيه من اجل يعني منع حدوث يعني هذه الازمه التي نراها اليوم في بورسعيد، ويعني استمرار مسلسل سقوط الضحايا والمصابين؟ ما زال المسلسل مستمر. ده هو في وجهتي نظر في هذا الاتجاه. الاولى انه كيف، وهنا انا ما بعلقش او اوجه القضاء، كيف بحكم بعد 25 يناير بصدور حكم في اليوم التالي لذكرى الثوره، ومعروف وفي تهديدات من قبليها قيلت ان في مظاهرات ومظاهرات غاضبة هتطلع يوم 25 يناير. طب انت خليت كده المناسبتين ورا بعض، 25 يناير و 26 يناير الحكم، يعني يوم الجمعة، يعني اكيد يعني لم تكن متعمدة او مقصودة، يعني لم تكن ولم يكن يتوقع احد. طيب نستفيد من الدرس. كان يجب تأمين المكان تأمينا جيدا، تأمين المكان تأمينا جيدا بكل شدة وبكل حزم. تقصد بورسعيد؟ بالضبط. بالضبط، لان في سوابق قبل كده، وهو قد تكون السياسه والقضاء في مأزق، انه لو ارضه، يعني لاول مره في التاريخ ترى حكم قضائي الطرفين كل طرف عاوزه يصدر لصالحه. طيب انا امن المكان في الحاله ديت. طب يعني هل تامين المكان كان يقتضي ان مثلا يفرض حظر التجوال في بورسعيد من الامس مجرد نزول الجيش، ولا كان ينزل الجيش قبل صدور الحكم؟ ماذا كان ينبغي ان يكون؟ ينبغي ان يتم حشد المكان بقوات تؤمنه قبل صدور الحكم، ويتعمل حرم لاماكن مرور المشاه والسيارات. بهذه الحاله كان يمكن تفادي او على الاقل تقليل الخسائر اللي حصلت، لان الارقام في تصاعد مستمر. يعني حتى الرساله الواصله من بورسعيد حاليا، يعني الأهالي لا يعرفون من يطلق عليهم النار، يعني الشرطة تنفي أنها لا تستخدم الذخيرة الحية ولا حتى القنابل المسيلة للدموع، والأهالي يتهمون الشرطة. هذا يعيدنا إلى السؤال اللي كان من بدايات الثورة: من القاتل؟ من رجعنا الموضوع الطرف الخافي، اللهو الخافي أو الطرف الثالث.
ده هيرجعنا برضو للي قلناه من سنتين او من ثلاث ثواني انه تأمين المسبق للمكان بشكل جيد وحاسم اجراءات وقائية يعني. ايوه كان ممكن يخلي المسرح اللي موجود فيه يقدر يفرز مين اللي جاي المكان ومين اللي مش جاي. كان ممكن يبقى فيه تفتيش يبقى تعدد من قوات الامن بتاعتك سواء شرطة او معها القوات المسلحة اللي عاوز يدخل مكان ويتظاهر يتفتش يتفتش زي ما كان بيحصل في ميدان التحرير في اول الثورة. ازاي اللجان الشعبية تكون قادرة على تفتيش المتظاهرين والقوات الرسمية النظامية والعسكرية لا تفعل ذلك؟ كيف يعني بمناسبة التحرير يعني ننتقل من بورسعيد التحرير يعني اليوم التحرير استمر ايضا في حالة التوتر وحالة الكر والفر ما بين المتظاهرين وبين قوات الامن التي كانت تحاول يعني منع وصول المتظاهرين الى المؤسسات الرسمية المتواجدة في على مقربة من التحرير وخاصة في شارع القصر العيني. ما هو الموضوع مسلسل مرتبط ببعضه. اذا كان احداث بورسعيد حصلت عشان الحكم القضائي فالتحرير موجود احداثه اللي هي اتجددت يوم 25 اللي هو يوم الجمعه. هم بيعتبروا نفسهم بيواصلوا ما بداوه يوم الجمعه. ده شيء. الشيء الثاني ان ما يحدث في مكان ما على ارض مصر داخل اي محافظه بيطمع اللي في محافظه اخرى ان يحذو حذوها. طب ننتقل يعني الى وضع الجيش فيما يدور حاليا. يعني يبدو ان الوضع في بورسعيد والسويس خرج عن سيطرة قوات الامن ولذلك تدخل الجيش. المتحدث العسكري اليوم اصدر تصريح الجيش لن يطلق رصاصة واحدة على مواطن شريف ويقول انه سيتم التصدي بكل حزم لاي محاولة تروع المواطنين. الرسالة تحمل انذارا صريحا وواضحا وفيه التمييز بين المواطن وغير المواطن والذي يريد والبلطجي يعني. والبلطجي بيقول لك لن تطلق رصاصة على مواطن شريف وفي نفس الوقت نتصدى لأي أعمال خارج القانون أو تهدد المنشآت العامة. ده معناه أنه يعني واضح كده أن الجيش بيقول كفى. يعني أيضا كان هناك طلب من يعني قائد الجيش الثالث الميداني في السويس بمنح حق الضبطية القضائية من أجل تمكين الجيش من فرض السيطرة الكاملة على هذه الأماكن الملتهبة. ده الطلب كان موجود قبل كده؟ لا طلب جديد يعني الطلب انتهى مع الاستفتاء يعني تجدد. كان المفروض ان هو يبقى مستمر من بعد الاستفتاء. لأن أنا بعتبر ان اذا كانت القوات المسلحة ممثلة في المجلس الأعلى القوات المسلحة عقب الثورة مباشرة كان خدنا لمرحلة انتقالية. انا بعتبر ان المرحلة الراهنة مرحلة انتقالية ايضا رغم وجود رئيس منتخب. طالما في احداث وفي شغب وفي ثورة مضادة وفي تدخلات وتدخلات يبقى اعتبرها مرحلة انتقالية. كان المفروض ان تستمر يتم استمرار الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة. طب يعني واعتقد ان بل اجزم ان المواطن يثق في رجال القوات المسلحة. يعني نبقى في يعني في هذا الإطار. أيضا هناك رسائل طمأنة للسفن العابرة عبر قناة السويس يعني أقصد عبر الممر الملاحي في بورسعيد. هي رسالة في توقيتها. وطبعا قناة السويس ده خط أحمر ومعروفة قيمتها. اللي حصل قبل كده إن في تهديدات أشيعت وشائعات قيلت إن في هجوم هيحصل على قناة السويس. تخطيط للجماعات اللي هي بتستهدف هذا المرفق الحيوي. فكان لابد ان هو القوات المسلحه تطمئن الناس علشان اذا كانوا هم الشغب ادى لهروب السياح والبلطجه والعنف ادى لهروب السياح. فممكن الاحداث لو ما تمش نفي هذا الخبر وبشكل يتفق مع الواقع كان ممكن ان السفن العابره تمتنع. لانه مش هيجي في مكان في خطر. صحيح. طب يعني نبقى يعني الجيش من البدايه اكد ان دوره هو دور مساند لدور الشرطه. الان راينا يعني مشهدا ربما يعني غريبا عندما قام الضباط بطرد وزير الداخليه خلال مشاركته في جنازه احد الضحايا من رجال الشرطه الذين سقطوا في بورسعيد. لو طبعا حضرتك متابع لكل ما يقال على شاشاتكم الجزيره وعلى الشاشات الاخرى كل شكاوى واستغاثات ضباط الشرطة منذ بداية الثورة حتى الآن إن هم معتدى عليهم وإن هم يتساقطون تحت برصاص
يقال ان هو مجهول. ضباط الشرطة في جنازة الشهداء أهليهم طردوا الوزير لأنه احتجاجا على عدم التصريح باستخدام الرصاص الحي في الدفاع عن النفس والمنشأة التي يعمل بها الضابط أو المجموعة تحته، لأن هو مش مسلح، أو إذا كان مسلح مش مؤتمر أنه يضرب. هذا يعودنا إلى المربع الأول مجددا، يعني من يقتل هؤلاء الضحايا؟ يعني والسؤال مطروح، أين أجهزة الدولة بما فيها الداخلية بما فيها المخابرات باقي الأجهزة الأمنية المصرية لرصد هؤلاء الذين يطلقون الرصاص، طالما أن يعني الطرفين المشتبكين يقولون إحنا ما حدش منا بيستخدم السلاح؟ نفس السيناريو بيتكرر. إذا كان مجزرة السيد بورسعيد في حصلت حالة من التوهان في تحديد الجناية الحقيقيين، فهي أيضا في تداعيات الحكم هذه الحالة موجودة. طب ده ينم على يا أستاذ كرم، هل ينم على يعني هل الأجهزة الأمنية المصرية وصلت إلى حالة من الضعف؟ يعني الجميع يرى على شاشات التلفزيون ربما على الهواء مباشرة يعني أعمال العنف، ويرى ربما الفاعلين لهذه العمليات، لماذا لا يتم القبض على هؤلاء؟ علشان يتم القبض على هؤلاء يبقى لابد ان انت تفعل القانون بتاع الشرطة ان هو يتعامل ازاي مع الاحداث. لازم يبقى في حوار وطني مثمر وليس حوار ياخذ مسمى حوار الطرشان. طب يعني ايه ما هي الاجندة التي يجب ان يستند اليها هذا الحوار؟ يعني رأينا مجلس الدفاع الوطني الذي عقد اولى جلساته امس برئاسة الرئيس محمد مرسي، يعني جدد الدعوة الى حوار تقود شخصيات مستقلة، ووجه الدعوة إلى يعني كافة أطياف المعارضة من أجل المشاركة في الحوار. يعني ما هي الأجندة التي يجب أن يقوم على هذا الحوار، ولماذا لم تلبى هذه الدعوة أيضا؟ هو بس أعلق أستاذ حضرتك في التعليق على الاجتماع بتاع مجلس الدفاع الوطني. الدفاع الوطني هو صبغته أمنية ولا يتم انعقاده إلا في حالات الحروب والحالات الحرجة التي تمر بالبلاد. أول خبر كانت الناس تتمنى أو تنتظر عقب اجتماعه أن يكون أصفر على نقاط أمنية تؤمن البلاد وتجنبها حالة إراقة الدماء الموجودة. لكن ما حدث هو الدعوة للحوار الوطني وشجب أو إدانة ما يحدث. وأيضا كانت هناك نقطة متعلقة أن يعني عن إمكانية فرض حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في المناطق الملتهبة من أجل الحفاظ على الأمن، كان أحد هذه يعني بند من البنود التي تضمنها. ما نوهت إليه منذ نصف دقيقة. الناس كانت بتنتظر إجراءات أمنية حاسمة، أهمها إيه الإجراءات دي؟ فرض حالة الطوارئ في المناطق المبوءة بالعنف والبلطجة وإراقة الدماء، ده هذا لم يتم. طيب الى متى؟ يعني اذا كان حظر في حظر تجوال اتفرض في اول الثوره واتفرض في ظروف قد تكون اخف من دي، طب ليه ما يفرضش دلوقتي لما يقع المزيد من الضحايا، لما عدوى البلطجه تنتقل الى اماكن اخرى؟ طب ماذا بعد قطع السكك الحديديه؟ ماذا بعد السطو على منشات الدوله؟ ماذا يعني خلاص الناس؟ امس القاهره كعاصمه الغاز المسيل للدموع ادى لاختناق الناس في تنقلاتهم من مكان لاخر. الانسياب المروري اللي بيحصل في بعض اوقات النهار والليل ليس انسيابا عاديا طبيعيا، ده خوفا، ولكنه بيات شتوي من المواطنين. ما هو دلوقتي السلاح مش في ايد الشرطه بس او الجهات الامنيه بس او البلطجي او او او, أو المتصارعين بس، ده في ايد معظم افراد الشعب. فدي مشكله عايزه حسم. الحوار الوطني يؤدي لها في الاول ما يؤدي اليه الحوار، ولكن اجزم او طالب بان يكون حوارا مثمرا وليس على طريقه فض مجالس. واللي يتخاذل في الحوار يتم اعلام الشعب به، يتقال ان في فصيل معين. يعني ايضا كانت هناك دعوه ان تكون جلسات هذا الحوار اذا تم ان تكون جلسات علنيه، يعني على مرأة ومسمع من جميع المصريين. ما هي دي تتفق مع اللي بقوله لحضرتك، انه اللي يتخاذل في الحوار او ياخذ منحى معين مغرضا يتم اعلام الشعب. يعني بيه. يعني قبل ان نختم استاذ كرم، يعني هل تعتقد ان الظرف الحالي الذي تعيشه مصر ربما يدفع جميع الاطياف
الدخول في حوار، أم أن يعني الشروط والشروط المضادة سنستمر في هذا المسلسل؟ إذا لم يدفعها إلى قبول الحوار وبمناسبة ما هو معروف عن السياسة إن هي لابد يبقى فيها تنازلات، إذا لم يدفعهم إلى الحوار فقد تكون العواقب أوخم وأسوأ وعلى طريق القادم أسوأ. شكرا أستاذ كرم سنارة مدير تحرير جريدة الأخبار، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير نعود بعده لتقليب صفحات الجزء الثاني من طبعة اليوم من سكرتير التحرير، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مع الفقرة الثانية من طبعة اليوم من سكرتير التحرير، ومعنا فيها الأستاذ جمال الدين حسين مدير تحرير جريدة الأخبار. أهلا بك أستاذ جمال. أهلا بحضرتك أستاذ جمال. نبدأ من الخبر الذي بدأناه منذ قليل مع الأستاذ كرم سنارة، ومتعلق بما حدث مع وزير الداخلية خلال تشييع جنازة أحد شهداء الشرطة اليوم، يعني الأسباب التي دفعت الضباط من الرتب الصغيرة إلى القيام بهذا العمل. طبعا كانت الجنازة أولا جنازة مهيبة، احنا بنترحم على شهداء الشرطة وعلى شهداء مذبحة بورسعيد وعلى شهداء على شهداء المصريين كل على كل شهداء. للأسف دلوقتي بقينا كل يوم في شهداء، لكن اللي حصل يعني مشهد الجنازة هو اللي طاغي على مصر، كان مشهد مشهد الجنازة في كل مكان. الضابط أحمد البلكي ومن الشرطة أحمد عبد العظيم الاثنين كانوا موجودين، وزير الداخلية راح عشان يصلي مع قيادات وزارة الداخلية، بعد دخوله المسجد جلس مع أسر الشهداء لمدة 10 دقائق، وبعدها صارت ثورة الضباط وجميعهم من زملاء الضابط الصغير الشهيد ملازم أول ونقيب، ثورة غاضبة هاجوا. كانت اثنين ضباط النهاردة، كان ضابط وأمين شرطة، فكان ثورة الضباط صغار الضباط ثورة على وزير الداخلية، اتهموه إن هو مش مخليهم يتسلحوا تسليح جيد، وإن كل تسليح رجال الشرطة في الأونة الأخيرة عبارة عن قنابل مسيلة للدموع، والنسق الأخير اللي هو داخل الأقسام وداخل السجون هو الذي يكون مسلح بالأسلحة الحية. الضباط صاروا ثورة كبيرة جدا وطلبوا بإبعاد وزير الداخلية وعدم حضوره،
وقالوا بالضبط أن يعني الناس دي كلها جاية بتتفرج واللي جاي يتصور قدام الكاميرات التلفزيون، وإحنا كل يوم يتساقط ضابط تلو الآخر، فرد من أفراد الشرطة تلو الآخر، ومحدش بيرحمنا. الشعب بيذبح يعني خلال مع يعني في الأيام الأخيرة للوزير أحمد جمال الدين كان يقال أنه تم تزويد رجال الشرطة بالأسلحة الكافية للقمة، لكن غير مسموح لأي ضابط من ضباط الشرطة وأفراد التعامل مع بالأسلحة الحية في المظاهرات. التسليح الحي يكون داخل الأقسام وداخل السجون فقط عندما يتم الاقتحام من الداخل، لكن في واقعة مثل واقعة بورسعيد كان السيارة النصف نقل عليها مثبت عليها رشاش ومدفع آلي يطلق الرصاص من بعيد من عبر سيارة ناس عاديين نصف نقل. ناس عاديين وهاجموا، وحتى الآن هذه السيارة مجهولة. طب المطروح أين الشرطة؟ أين الشرطة في القبض على هؤلاء أيضا؟ الشرطة كانت متواجدة في حماية يعني طلبت مصورة وعلى مرأة وسمع من الناس الموجودة طبعاً. أين الشرطة في وجود أين إغلاق المنافذ؟ ساعة الغضب عدد كبير جدا من الأهالي صار في اتجاه سجن بورسعيد، هذه السيارة انطلقت وجهت رصاصها إلى القسم بدرجة كثيفة جدا. ضباط الشرطة الذين أصيبوا كانوا متواجدين أمام السجن، كانوا غير مسلحين. عندما تنبه باقي الضباط الذين هم في الأبراج داخل السجن وبدأوا يتعاملون معهم، كانت السيارة قد هربت في ظل الإقبال البشر الرهيب والغضب الشديد من أهالي بورسعيد. حتى أهالي بورسعيد نفسهم لم يتنبهوا لهذه السيارات. هناك أشخاص قاموا بهذا العمل وهذه المذبحة الدامية. بس ده يرم عن قصور أمن أيضا أستاذ جمال. طبعا يعني هو لا شك ما حدش يقدر يعني الحكم المذبحة بورسعيد كان معلوما منذ فترة طويلة، وأجهزة الأمن مستعدة لهذا الحكم منذ أسبوعين. وزير الداخلية أعلن أكثر من مرة أنه يخشى من يوم مذبحة بورسعيد أكثر من خشيته على ذكر أحداث الثورة، والقوات الشرطة متواجدة قبلها بأسبوع تم تبع يعني الحديث عن كبيرة جدا، لكن كل يعني هذه القوات كانت في محيط يعني السجن. طب السجن طبعا حضرتك بورسعيد ليست بالمدينة الكبيرة تمام. ومعروف يعني مشاعر أهالي بورسعيد وربما كان يحدث ما يحدث حاليا، يعني أين الإجراءات الأمنية التي كان يفترض أن تتخذ؟ يعني أين إحكام السيطرة على المنافس بورسعيد في النقاط الرئيسية في الشوارع في بورسعيد؟ يعني كل هذه إجراءات يعني المواطن العادي يتساءل أين الشرطة؟ أين الإجراءات الأمنية المتخذة؟ أين الأمن العام؟ أين الأمن الوطني؟ من كل ذلك يعني انا هقول لك الحقيقه اللي يمكن كل ضباط الشرطه مش قادرين يقولوها. ضباط الشرطه الان يخشون المواجهه بالاسلحه الاليه، يخشون المواجهه خشيه المحاكمه، يعني جميعهم مرتعشين بالنسبه للمحاكمات التي تحدث لهم، فالجميع بلا استثناء يخشون المواجهه، خاصه اذا كان في سيارات اليه يكون مصيرهم يعني اما الموت يعني او السجن. يعني حتى المحاكمات التي جرت خلال الفتره الماضيه ومتعلقه بضباط الشرطه يعني في الدفاع عن الاقسام الجميع اخذ براءه، لكن شبح السجن لا زال يطاردهم باعاده المحاكمات وان الامر لم ينقضي بعد. فهناك حاله من الخوف الشديد، يعني حاجه من الاثنين، ضابط شرطه اما يواجه ويموت، يا اما يواجه ويتحبس او يسكت ويعاقب بالإهمال، فهو يختار أسهل الأضرار السكوت. يعني بعيدا عن كل ذلك في نهاية المطاف المواطن العادي يحمل رجل الشرطة الانفلات الأمني طبعا. يعني عندما تمشي في الشوارع ولا تجد رجل شرطة ولا حتى أمين شرطة ينظم حركة المرور في الشوارع الرئيسية، فدائما أصابع الاتهام واجهة رجل الشرطة في نهاية المطاف. الانفلات الأمني جميعنا مسؤولون عنه، القوى السياسية، الصراعات السياسية، كلنا حكام ومحكومين كلنا مسؤولون عن الانفلات الأمني. هذا الصراع الرهيب الذي يظهر بين النخبة وبين الحكومة وبين الرئيس، هذا الصراع كله مؤداه إلى بالأمس بعد حالة الانفلات الأمني في بورسعيد والإسماعيلية حدثت عملية سلب ونهب وخروج وفي القاهرة، وبدأت ينشط البلطجية والخارجية على القانون، ومعدل حوادث تضاعف 3 مرات خلال اليومين الماضيين. كلنا مسؤولين. طيب يعني التنظيم بلاك بلوك ده اللي طلع مع الذكرى الثانية، يعني هل في معلومات عن هوية هؤلاء؟ وهؤلاء يعني ربما يعني متواجدون في المظاهرات، ربما يعني تكشف الساعات القادمة عن هوية هؤلاء، حيث أنه أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت القبض على أحدهم اليوم وبحوزته طبنجة وبحوزته 50 طلقة رصاص، وهو حاليا قيد التحقيق في مباحث القاهرة. وأعتقد أن الساعات القادمة ستكشف عن هوية هؤلاء الذين يقولون أنهم مستعدين بالتضحية بالموت بأي شيء في ونشر سبيل الفوضى ونشر الفوضى في سبيل أشياء معينة، سيتم الكشف عنها أعتقد خلال ساعة. طب يعني أيضا في يعني أحد ملامح الفوضى ما حدث اليوم
من هجوم من قبل البعض على قسم العمرانية ومحاولة لتهريب المساجين في قسم العمرانية وفي أقسام السويس، ثلاثة أقسام بالسويس وثلاثة أقسام في بورسعيد، محاولات فوضى رهيبة في هجوم، أيضا في هجوم على أقسام شرطة في الإسكندرية ودمنهور والمحلة وطنطا. هناك أقسام شرطة معرضة للهجوم بشكل كبير جدا في ظل هذه الحالة، ورجال الشرطة يعني الأمانة دافعوا بشكل كبير جدا يعني وساعدهم. يعني ما رأينا خلال اليومين الماضيين، هل ينبئ أن هناك ربما من يسعى ومن يحاول الى يعني عوده وترسيخ الانفلات الامني في مصر؟ بالتاكيد بالتاكيد، لا يعني الاعمى في مصر يدرك هذا، هناك من يسعى، هناك من يقوم بتسخين الشارع المصري، هناك من له مصلحه في ذلك، واعتقد ان الامور غير خافيه على احد، هناك من يسعى لاشاعه الفوضى في مصر، ويجب على الدوله ان تتنبه، ويجب على القوات المسلحه، ويجب على الجميع ان ينتبهوا الى الخطر الذي يحدق بمصر. طب ننتقل برضه، نبقى في الوضع الامني، أيضا قوات الأمن أيضا ضبطت 180 بندقية آلية وقناصة في حملات الأمن العام في المحافظات. هذه الحملات التي تسير جنبا إلى جنب بجوار ما يحدث في المحافظات، الأمن العام استطاع أن ضبط 180 بندقية آلية، بينها رشاشات وبينها قناصة وبينها كمية أسلحة كبيرة جدا بيتم ضبطها يوميا. حضرتك الآن السلاح يملأ الشارع المصري، كل اذا دخلت اي فرح من الافراح في اي محافظه من محافظات الجمهوريه ستجد الآلي. ولكن يعني بعيدا عن موضوع الافراح، وانت يعني اكيد من اهالي الصعيد وعارف هذا الامر، يعني ماذا يفعل المواطن العادي اذا لم يجد اي تامين او اي حمايه من رجال الامن؟ ماذا يفعل من اجل الدفاع عن الاهل والوطن؟ ماذا يفعل؟ لجأ لشراء هذه الاسلحه. بالفعل كل الشارع المصري حاليا مسلح، والأسلحة تغرق الشارع المصري، لا يكاد يخلو بيت من الإحصائية. كم 10 مليون ولا أكثر؟ لا كتير، الأسلحة كتير، لدينا خط تهريب غربي مفتوح بشكل مستمر، والجنوب أيضا والجنوب، وخط تهريب من الجنوب. هذه الخطوط مفتوحة، وأصبحت تجارة تجار المخدرات تركوا تجارة المخدرات وتوجهوا لتجارة السلاح، لأن تجارة السلاح حاليا هي الرابحة، السوق رائج طبعا. ننتقل برضو الخبر، يعني خبر إنساني، مصر أم وأطفالها الثلاثة في شبرا الخيمة في ظروف غامضة. للأسف هذه مأساة، مأساة أسرة، زوجة وأبنائها الثلاثة، اتصل بهم أسرهم لم يردوا، عندما تم فتح الباب عثر على الجثة الأربعة، الأم وثلاثة من أطفالها، الأول الأكبر 6 سنوات وخمس سنوات وثلاث سنوات، ووجد داخل الشقة. يبدو أن الزوجة كانت تقوم بعملية غسيل، وأن يبدو حالة غليان من المياه، كانت تغلي مياه والبخار ملأ الشقة وقتل الأطفال، لكن الطب الشرعي هو الذي سيحدد سبب الجريمة أو سبب الحادث. شكرا أستاذ جمال الدين حسين، مدير تحرير جريدة الأخبار، شكرا جزيلا لك. شكرا. فاصل قصير نعود بعده لمطالعة أهم عناوين الفقرة الأخيرة من طبعة اليوم من سكرتير التحرير، فابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد مع الفقرة الأخيرة من طبعة اليوم السكرتير التحرير، ومعنا فيها الأستاذ إبراهيم عامر رئيس القسم الاقتصادي في جريدة الأخبار. أهلا بك إبراهيم. وأيضا معنا الأستاذ ياسر عبد العزيز رئيس القسم الرياضي في جريدة الأخبار. أهلا بك أستاذ ياسر. أستاذ إبراهيم، يعني الوضع الاقتصادي أكيد تأثر سلبا بما يجري حاليا، وهذا ما نراه من ارتفاع الدولار أمام الجنيه إلى يعني 7.25 جنيه في السوق السوداء. هو طبعا الكل طبعا كان مترقب احداث الاحتفالات بذكرى ثوره يناير، طبعا كله كان منتظر سواء كان في الداخل او في الخارج، والمستثمرين بره كانوا منتظرين الذكرى يشوفوا الاحداث هتوصل لحد فين. وطبعا للاسف الشديد الاحداث اللي حصلت في الاحتفالات بتاع ذكرى يناير، وطبعا وما تلاها طبعا من الاحداث اللي عقب صدور الحكم في حادث استاد بورسعيد طبعا، وما نتج عليها من وفاة 31، والنهاردة ماتوا 3 كمان، وامبارح كان يعني الغريب أن هذا الارتفاع وهذا الانخفاض للجنيه على الرغم أن يعني البنك المركزي ضخ من جديد 75 مليون دولار أيضا. هو للأسف البنك اللي هو الطرح بتاعه هو البنك المركزي طرح في خلال 13 عطاء أو 13 مزاد ما بين 50 و75 مليون دولار في كل عطاء، بس للأسف الكمية دي يعني لا تعادل حوالي 25% فقط من الاحتياجات الفعليه سواء كان للمستثمرين او للافراد. فطبعا الاحتياجات اعلى والعرض قليل، فطبعا دوت بيعمل زياده في الطلب، زياده في الطلب بتخلي طبعا السعر بيرفع، وللاسف ان البنوك كمان ما بقتش قادره ان هي تلبي الاحتياجات، فبقى المستثمرين والمستوردين بداوا يبحثوا عن الدولار بره في السوق السوداء، فده خلى فيه سوق سوداء بره وصل 7 جنيه ربع. طب ايضا يعني هذه الاحداث المصاحبه لذكرى الثانيه للثوره انعكست على بدايه تعاملات البورصه اليوم، يعني بدات يعني في بدايه تعاملات في الساعه الاولى خسرت 8 مليار جنيه، بس طبعا في الجلسه تعافت فيما بعد، يعني لحقوا الموضوع بسرعه، وللاسف اللي انقذ الموقف المشتريات الاجانب. للاسف مش الاجانب، هم اصل الاجانب برضو بيحسبوها اقتصاديا، هو قال لك طالما النزول كده شديد قوي فده طبعا هيرجع يكسب تاني، وحتى لو جزء من المكاسب. فعشان كده هم بيفهموا مش عشان عيوننا يعني. لا مش عشان عيوننا، هم طبعا عشان فاهمين ان طالما حصل ان خساره شديده قوي او كبير قوي لازم يحصل بعدها تعافي. فهم طبعا في الجلسه الثانيه طبعا شوف يعني هناك يعني تصريحات متضاربه ايضا فيما يتعلق بالتعافي ولا عدم حل الازمه دي طبعا. فيما يتعلق بموضوع ازمه نقص المنتجات البتروليه خاصه السولار، يعني وزير البترول يقول لدينا مخزون يكفي الاستهلاك ومصادر نواجه ازمه بسبب الدولار. يعني وزير البترول يعني تصريحاته تتناقض مع الطوابير الطويله امام محطات ال هو طبعا كالعاده طبعا كالعاده طبعا كما عودنا وزير البترول المهندس اسامه كمال انه بيقول تصريحات في وادي والواقع في وادي ثاني اخر، ان طبعا احنا المفروض محتاجين في اليوم 38 الف طن سولار، حاليا اللي بيتعرض لا يعادل مثلا 60% من كله مستورد طبعا، هو حوالي 60% من المستورد. طب يعني فيما يتعلق بالاستيراد وفي ظل نقص الدولار وفي ظل انخفاض الجنيه، يعني ارتفاع الدولار قرش واحد امام الجنيه بيخسرنا قد ايه؟ لا ده حضرتك بيخسرنا يعني بعض الخبراء قالوا 100 مليون. لا ما انا اقول لك على حاجه، احنا اساسا يعني بنخسر مثلا ما بين 10 و15 مليون، يعني الفرق ما بين قبل الزياده وبعدها يتراوح بين 10 دولار قصدك؟ بالدولار يعني تقريبا يتعدى ال 100 مليون جنيه بالظبط كده. فطبعا ديت وفي الوقت اللي احنا كمان عندنا فيه نقص اساسا، يعني احنا عندنا اساسا في نقص في السيوله، يعني انت عندك نقص في السيوله من الاول وبعد كده جت مشكله الدولار زودت المشكله اكبر، فخلي طبعا ظالمين بالله. فطبعا انت اذا كنت بتستورد مثلا ب 100 مليون كميه معينه، الكميه دي قلت لان طبعا الدولار رفع، فطبعا لما الكميه قلت فطبعا ده اثر على الكميات المعروضه في السوق، يعني دلوقتي بتعادل حوالي 60%. طيب يعني على النقيض المعروض في السوق من كروت الشحن المحمول كتير، بس مع ذلك ما حدش استمع للوزير انه ايه اللي هيرفع الكروت هنعاقبه وخط ساخن ومش خط ساخن، وكل واحد بيعمل على مزاجه. ما هي للاسف دلوقتي السياسه اللي عامله اللي ماشيه في البلد دلوقتي ان دلوقتي ما فيش رقابه كافيه، وطبعا كل والبعض بيحاولوا استغلال الازمات واستغلال الظروف. طبعا اللي عمل البلبله ديت القرار بتاع فرض ضريبه مبيعات او تعديلها من 15% ل 18% على كروت الشحن، فطبعا ايه في الاول كانت الشركه بتتحمل الضريبه عن المواطن، فجت لما رفعوا ضريبه المبيعات من 15% ل 18% فجت الشركه قالت لا احنا نحمل بقى ايه الضريبه على المواطن،
وبالرغم ان الحكومه اعلنت من فتره بتجميد القانون لحين انتهاء الحوار المجتمعي لما حصلت عليه بلبله في السوق، وبالرغم من كده الشركات رفعت الضريبه وحملتها للمستهلك وضربت عرض العقد بكل. طب وصفك يعني متخصص في الاقتصاد، يفترض ان الرئيس مرسي سيخاطب الشعب المصري اليوم، يعني ماذا يمكن ان يقول من اجل طمانه يعني المستثمرين، طمانه المواطن على رغيف عيشه، تهدئه الاوضاع فيما يتعلق بالشق الاقتصادي؟ هو بصراحه الوضع اللي حاصل في الفتره الاخيره للاسف هيخلي ان الوضع هيكون صعب على الرئيس مرسي في ان هو يحاول يقنع الشعب او المستثمر، لان هو لازم يوصل رساله للشعب ان هو يطمنه على قوت يومه. وللاسف الحكومه ماشيه في اتجاه مخليه الناس ما بقى يعني بقت الثقه مهزوزه في الحكومه. لما تقول لك ان هندي المواطن ثلاث رغيفة في اليوم، لما مش عارف هنعمل كروت للبنزين المواطن له 5 لتر في اليوم. يعني الغريب في الامر يعني وفقا يعني احد نواب حزب النور اليوم في مجلس الشورى قال يعني كلمه مهمه جدا فيما يتعلق بالحكومه، يجب على هذه الحكومه ان تتعامل بانها حكومه لتسيير الاعمال، هي حكومه مؤقته فلا يجب ان تضع خطط طويله. بالظبط هي دلوقتي دورها معلش والظرف لا يساعد ايضا ان هي توفر الاحتياجات الاساسيه للمواطن البسيط، ده دورها دلوقتي. ما تبصش بقى لقدام انها توفر او انها توفر ايرادات او ان هي مثلا تقلل العجز، لا هي دورها الاساسي في الوقت الحالي ان هي توفر الاحتياجات الاساسيه للمواطن سواء كان رغيف العيش او الوقود او غيره. فده طبعا هيصعب المسؤوليه، طبعا هو صعب الرساله على الدكتور مرسي. شكرا جزيلا. ننتقل للاستاذ ياسر عبد العزيز. يعني بعد حكم بورسعيد ورضا الالترس والتهاب بورسعيد، اتحاد الكوره يبدا الترتيبات للدوري. هو طبعا يمكن الاحداث الاخيره بتاعت الحكم القضائي ببدايه القصاص لشهداء الاهلي، طبعا كان في ردود فعل متباينه زي ما حضرتك قلت في بورسعيد، في غضب وتوتر في الاهلي والاوساط الالتراس، ارتياح ورضا. طبعا دي يمكن اختلاف الردود الفعل دي هي اللي مخلي امكانيه عوده الدوري حتى الان مش بشكل نهائي. لكن الترتيبات في اتحاد الكره طبعا على يعني حتى بعيدا عن هذه ردود الفعل، الوضع العام في مصر حاليا، الوضع الامني، اعتقد ايضا ربما يجعل الشرطه والجهات الامنيه تفكر الف مره في عوده يعني المسابقه مجددا. هو لا، يمكن بالعكس، يمكن هي المسابقة تعود من حيث المبدأ في عودة للمسابقة من غير جماهير. من غير جماهير. هو المفترض ان الموعد المحدد يوم السبت القادم. دي ممكن يبقى فيها عملية ترحيل، يعني هو 1 فبراير ولا كام؟ 2 فبراير. 2 فبراير ممكن يبقى فيه بعد الايام دي، لان في بعض المشاكل برضو اللي بتواجه اللي هي لجنة البث لسه لغاية دلوقتي ما يعرفوش البث الدنيا ماشية ازاي، نسب التوزيع. لكن الاتحاد من خلال مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ جمال علام أخطر كافة اللجان اللي هي لجان شؤون اللاعبين ولجان المسابقات كله ستاند باي بالنسبة لبداية الدوري خلال يعني يوم السبت القادم. طب أيضا يعني فيما يتعلق بالتجديد للاعبين في الأهلي، استمرار بركات مع الأهلي محفوف بالمخاطر، وحسام غالي يجدد على طريقة أبو تريكة ولاعب إفواري في التدريبات. هو طبعا يمكن القصه بتاعت الكابتن محمد بركات في النادي الاهلي يعني استهلكت على مدار الاسابيع الماضيه. بركات هيجدد، بركات هيمشي، في النهايه هو لا يمانع، لكن في عرض من قناه فضائيه عربيه بان بركات يقدم برنامج مقابل مليون دولار. طبعا العرض مغري جدا، فبركات بيشترط على لجنة الكرة، وده أعتقد أن لجنة الكرة مش هتوافق على هذا الكلام، بيشترط أن هو يجدد بس موافقة مكتوبة من لجنة الكرة على التجديد بشرط أن يقدم برنامج فضائي. وأعتقد أن هي دي ممكن تكون يعني بداية لرحيل بركات عن النادي الأهلي، لأن العرض المقدم لبركات عرض مغري. لا، ممكن يعتزل ويبدا مرحله جديده في الاعلام، وخاصه ان هو بيحب الاعلام. لكن هو لا يمانع من التجديد على طريقه ابو تريكه برضو. طبعا يمكن القصه على بياض ابو تريكه، لا مش على بياض، اللي هو يتنازل عن نصف العقد. بركات لا يمانع من التجديد، حسام غالي جدد بالفعل. واعتقد يعني موضوع بركات المفروض ان هو يحسمه. طيب في عجاله، الزمالك ينتظر فييرا بعد انتهاء قضيه الالتراس.
هو طبعا يمكن برضو نفس المشتات اليومية، فييرا يعود فييرا لن يعود، الزمالك ينتظر فييرا، طبعا ده كله يرجع لضعف مجلس إدارة نادي الزمالك في ان هو العقد اللي عامله مع فييرا مش واضح، لكن لو العقد واضح كان ياخد رأيه ياخد قراره بسرعة في ان هو يحسم الموقف، يحسم موقف فييرا، يعني يقول لك ان فييرا مستمر او غير مستمر، المفروض ان مجلس الإدارة يوضح الكلام ده بغض النظر عن اي حاجة. شكرا استاذ ياسر عبد العزيز رئيس قسم رياضي في جريدة الاخبار، شكرا جزيلا لك حضرتك. وايضا شكرا للاستاذ ابراهيم عامر رئيس القسم الاقتصادي في جريدة الاخبار، شكرا لكما. الى هنا نكون قد وصلنا الى محطتنا الاخيرة من طبعة اليوم من سكرتير التحرير، فشكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا لا نقطع عن أحمد المسيح المرضي.